أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله إن الله يحب المتوكلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيد الأنبياء يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وراح إلى الفسطاط ينعى جواده ففرت بنات الوحي شابكة العشر فتلك تنادي حماي وهذه تشق شظايا القلب من حيث لا تدري. نوائح لكن الفقيد عميدها يا ثواكل لكن القلوب على يا جئنا على الجسم المغادر بالعرى حيارى سكارى تستر الوجه بال الشعر واحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تنادي والدموع دمت
تجري على الجثث مروا بالنساوين عمدا وشافن هم مطاعين متوسدة شبول الميامين منهم يسار ومنهم يمين يا ويلي ترى وعلى الوجه مطروح الحسين زينب لأخوها شبحة العين ورادت علي فخر النساوين ترى من على الناقة من على الناقة طيح بالحين نادى الولي وظنوة الطيبين عم يا زينب عليهم من تطيحين هل تشيف يا عم تركبين وانا علي لبي تدري لكن يا عمّة يا عمّة من تريدين وانت على الناقة تودعين ونّت 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 ونين المرمري لي منه ويصير القلب نصين حتى العساكر بجت صابين والخيل تسكب دمعة العين نادت يا ابو السجاد خويا يا ابن امي هالحين هالحين وللشام بين العدم غربي يا ابا وللشام بين العدايا وداعت الله وداعت الله رحنا عنك رحنا عنك بحسرة ولا شبعنا وداع منك خويا مرونا مرونا على جسمك ولنك أولنك على التربان مرمي يبذيك لحروب إنا لله وإنا إليه سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمامنا وسلامته وطول بقائه وحفظه من كل سوء، وإيانا وجميع المنتظرين له، ولنزول الرحمة الواسعة علينا وعلى أهلينا وذوينا ومتعلقينا، الإزدياد في التوفيقات والحظوظ طول الأعمار في طاعة الله تعالى ورضاه وحسن العاقبة. نهدي إلى إمام زماننا وآله الطاهرين ثلاث صلوات بأعلى الأصوات. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. كأنه هذه الآية الكريمة تقع جوابا لسؤال مقدر، السؤال المقدر: من الذي خلقنا؟ من الذي أوجدنا؟ الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى ذاته المقدسة وإلى بيته الطاهر، يقول: كل علم يخرج من غير هذا البيت فهو ناقص. البشرية أخذت تتخبط في الجواب. هناك من قال: سبب خلقة الإنسان الأبوان، الأم والأب عندما يجتمعان يخلق الولد. فئة أخرى من الناس قالوا: إن الذي خلقنا الصدفة، كما يعتقدون بخلق الكون، بخلق الكون كله. الصدفة خلقت هذا الكون اللي العقل يحير من دقته ومن نظمه ومن وجوده. البعض الآخر قال: إن الذي خلقنا الطبيعة. الطبيعة اللي تشكل من الماء والهواء والشمس وغيرهم من الأمور، هذه اللي خلقت الإنسان. الله سبحانه وتعالى يجيب هؤلاء المتكسعون اللي على قولتنا قاعدين يدعمون عومي، ما يشوفون، بصائرهم عمية. يقلهم: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. خلاص، هذا الجواب القاطع الذي لا يمكن أن يأتي مثله جواب للإنسان. بعد هذه المقدمة ماذا نستفيد من هذه الآية الكريمة؟ لأن كما عبرنا في الليالي السالفة أن القرآن كريم. معنى كريم يعني كل شيء فيه إذا تطلب منه يعطيك. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ هناك فوائد جمة، اقتصرنا يمكن على فائدتين أو ثلاث.
الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة عدم التفاضل بين أبناء البشر، بين أبناء آدم، لأن الله تعالى يقول والله خلقكم من تراب، الكل من تراب، مو أن آل فلان مخلوقين من ذهب وآل فلان مخلوقين من فضة وآل فلان مخلوقين من صفر وآل فلان مخلوقين من كذا، حتى أهل الذهب يتفاضلون على أهل الفضة وما دونها. الكل خلقنا الله من تراب ثم من ماذا؟ ثم من نطفة. شايف شلون؟ التساوي في الخلق، ولكن يبقى التفاضل عند الله بمن؟ بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا المتقي ما يحق له أيضا هم يتفاخر على غيره بالدنيا. الأنبياء بعظمتهم ما تفاخروا على اللي أدون منهم، البشرية كلها أدون منهم، بس ما تفاخروا أبدا. الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام يأمر النبي موسى عليه السلام، قال له جيب لي فد واحد أدون منك، أدون منك. فظل يتقلب ليله ونهاره، آخذ فلان، شلون يمكن أدونني فلان، آخذ 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 آخذ. بعدين يجي للخالق تبارك وتعالى، يجي بروحه يوقف على ساحة المناجات، الرب يكلمه، يا موسى ألم أأمرك أن تجيب لمن هو أقل منك أدون منك أشو جايني بروحك؟ قال إلهي وحقك ما شفت أحد أدون مني، يعني أني أشوف نفسي أدون من كل الناس، ما شفت أحد أدون مني حتى أجيب لخدمتك يا ربي. فقال الله وعزتي وجلالي، يا موسى لو أتيتني بأحد من خلقي لمحوت اسمك من ديوان الأنبياء. هذا تأديب رب العالمين لمن؟ لأنبيائه، لأوليائه، لصلحائه. سلمان المحمدي عليه الرحمة والرضوان في يوم من الأيام يسأل، يقول له يا سلمان من أنت؟ هم يعرفوه من وين جاي، يعرفوه، يعرفون بلده ويعرفون كل شيء، لكن ما أدري المراد من هذا السؤال، من أنت يا سلمان؟ فقال تسألني على أصلي؟ قال بلى، شنو أصلك أنت؟ قال أولي وأولك، أنت السائل، أولي وأولك نطفة، وآخري وآخرك جيفة. زين، بعد شنو؟ فإذا وضعت الموازين في يوم القيامة فمن خفت موازينه فهو اللئيم، ومن ثقلت موازينه فهو الكريم. هذا النسب، هذا النسب. لا تقول لي أبوي هجي كان، جدي هجي كان، أنت شنو؟ أنت الآن قيم نفسك شنو؟ أبوك كان لنفسه، جدك كان لنفسه. طلحة والزبير في يوم من الأيام يدخلان على أمير المؤمنين عليه السلام، وكما تعلمون الزبير يكون ابن عمة النبي، ابن عمة أمير المؤمنين كذلك. قالوا له يا أبا الحسن أنت تعرف سابقتنا في الإسلام؟ قالهم الإمام نعم، في بداية حكومة الإمام كان. تعرف إيش قد عانينا في الحروب مع النبي؟ قال إيه نعم أدري. قالوا
تعرف قرابتنا من بيتك وبيت الرسول؟ قال لهم أدري. قالوا إذن إجينا نريد من عندك الزيد عطائنا على الآخرين، اتفضلنا على الآخرين. التفت إلهم أمير المؤمنين عليه السلام، قالهم أنتم خب عايشتوا النبي إلى أن رفعه الله إليه، شفت النبي في يوم من الأيام فضل أحد على أحد في كل حياته؟ فرضا فضل الأبيض على الأسود أو العربي على غير العربي؟ قالوا لا ما شفنا النبي. قال إذن شلون تردوني أنا أخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا شيء واحد. أنتم تقولون إحنا قرايب الرسول، منو أقرب للرسول، أنتوا لو أنا؟ قالوا لا لا أنت. أنتم تقولون عانينا وتعبنا وجهاد، منو اللي جاهد أكثر، أنتوا لو أنا؟ قالوا لا أنت يا أبا الحسن. فقال الإمام والذي نفسي بيده إن عطائي، يعني راتبي أنا كحاكم، إن عطائي وعطاء هذا الأجير، الإمام عنده عامل شقال يشتغل في بيته، إن عطائي وعطاء هذا الأجير لواحد، من غيري فارق. شايف شلون؟ أنا اللي أكثر منكم جهاد، اللي أقرب منكم منزلة، زين؟ اللي أقرب منكم لرسول الله وحاكم، حاكم، عطائي وعطاء هذا الرجل الشقال عندنا واحد. ليش؟ لأن والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذا الميزان. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. صلوا على محمد وآل محمد. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة المباركة عدم التكبر والعياذ بالله. لمن يكون والله خلقكم جميعا من تراب ثم من نطفة، يبقى دليل عندك حتى تتكبر على الآخرين؟ شنو دليلك؟ لو فرضنا يجيبوك أمام القاضي، يابا أنت إنسان متكبر، تعال اقعد قول لنا ما هي الأدلة اللي خلتك تتكبر؟ ماكو دليل. إذن هذه عنجهية خالية. إخواني وأحبائي، من أسرع الذنوب، من أسرع الذنوب انعكاسا على صاحبه التكبر والغرور، هم في الدنيا هم في الآخرة، لأنه كما تعلمون كل الأعمال إلها مردود في الدنيا ومردود في الآخرة. صلاة الليل مردودها نورانية الوجه، صلاة الليل مردودها محبتك في قلوب الناس، صلاة الليل مردودها ماذا؟ وسعة الرزق وهلم جرة. الذنوب كذلك إلها مردود، لكن من أسرع الذنوب، من أسرع الذنوب إسقاطا لصاحبها ذنب التكبر والغرور، أعوذ بالله. ولذا يقول من تكبر على الناس ذل، أعوذ بالله. لذا يجب على الإنسان أن يكون كما شرح القرآن الكريم. ماذا بين القرآن الكريم؟ اسمع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
لأنه في الدنيا والآخرة كما تدين تدان. أكو كتاب هواية جميل فيه قصص، اسم الكتاب عبر من التأريخ، ينقل هذه القصة. يقول أكو زوج وزوجته بعدهم شباب، شباب عنفوان شبابهم، بعنفوان حياتهم، نريد نقول ظهرية مخلين المائدة بينهما وجايين يتغدون، لكن الطعام طعام شهي ولذيذ جدا. شوف التكبر شنو يصنع، سوء الأخلاق ماذا تصنع؟ مو قلنا؟ قلنا التكبر مردوده المنفي أسرع ما يكون. بهاللحظات هذه وإذا بالباب يطرق، الرجل نكت إيده من الطعام، قام إلى الباب فتحه وإذا برجل فقير. اطعمني مما رزقك الله، تراني جوعان. بدل أن يجيبه يخلي بديوانيته، يخلي بمضيفه، يأخذ له من الطعام يخلي قدامه، كلح في وجهه وطرده ثم أغلق الباب عليه ورجع إلى زوجته. زوجته من سمعت ما ارتاحت لهذا الموقف من زوجها، ولكن ما تقدر تسوي شيء. يا أخي ما مرت إلا أيام وإذا بهذا الرجل فلس، على قولتنا وين ما يذبها مسدودة الدنيا، وين ما يذبها. لا العند ظل يصرف فيه، مرت أيام كل اللي عنده نفد، وصل إلى درجة من الفقر ما يقدر يعطي زوجته لقمة خبز، لقمة خبز ما عنده يعطيها. فخلته ومشت إلى أهلها وأيضا طلقها. لما طلقها بعد العدة تزوجت برجل آخر، وإذا بنفس الموقف يتكرر. قاعدين الظهر وهي زوجها الجديد، الطعام فيما بينهم، وإذا بالباب يطرق. قامت هي فتحت الباب وإذا برجل فقير على الباب، اطعموني مما أطعمكم الله. زوجها قال شنو أكو عندنا أخذي، حتى القدام نشيلي ودي. فخذت وددت وتحققت منه، من شكله من وجهه، أعطت وراح. ثم غلقت الباب ورجعت إلى زوجها تبكي دموعها جارية. يا بش السالفة، ليش تبكين؟ قالت والله مستحي أقول لك، هذا زوجها الأول القديم الآن قاعد يصير يقدي يدق الأبواب على الناس، هذا هو زوجها، ولكن أنا مخلي عقدة في قلبي ماني مرتاحت له. نفس هذا الموقف صار ويانا لما كنت يمه، إجانا فقير وهو قام للفقير، بدل ما يعطي مثلك أنت اللي كرمت هذا الفقير، بدل ما يعطي طرده وكلح في وجهه وأقلق الباب عليه. وإذا بهذا الزوج الثاني قلها ترى أنا كنت ذاك الفقير، ذاك الفقير الأولاني أنا كنت، الآن أنت من ذكرتيني بالقصة أنا كنت يا أبا مو غيري. إذن والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. النعمة الثانية نعمة الأزواج. الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحافظ على النوع الإنساني خلق البشرية من صنفين، من رجل وامرأة، وجعل احتياج كل منهما للآخر، والاحتياج احتياج ماس جدا. القضية متعلقة برقبة قوية ما بين صنف الرجل وصنف
المرأة. زين، هسه الرجل إذا يدور على زوجة وما حد يعطيه، أو يخلون عقبات قدامه، أو المرأة تدور على زوج من أجل أن تستر على نفسها ما تحصل، شنو راح يصير في المجتمع؟ تصير مصيبة كبرى. ولهذا يجب على المؤمنين، خصوصا المؤمنين، أن يأمروا بهذا الشيء، وهم إذا يردون يزوجون أبنائهم أن لا يخلون عقبات في طريق الزواج، لأنه يكون فساد عظيم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أن مسألة الزواج لا تتم إلا عن رغبة ومحبة. الرغبة والمحبة ما تجي بالإجبار، ما تجي بالقوة. أنت تجي تجبر بنتك إلا أن تتزوج فلان، أو تجبر ابنك إلا أن يتزوج من فلانة. أتعلم ماذا يحدث بعد هذا الإجبار؟ هذا الإجبار ما يولد رغبة فيهم، ما يولد رحمة فيهم، وإنما يكون تباعد وانشقاق وعداوات ومرافعات بعد ذلك. بعد ذلك واللي صبروا على هذا الزواج القصبي وما تكلموا، ولا المرأة تكلمت لشرفها أو الزوج لشرفيته ما تكلم، عاشوا في جحيم إلى أن انتهت حياتهم في جحيم. إذن والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج. زوجين، الرجل يفرح لفرح زوجته والزوجة تفرح لفرح زوجها، وهكذا كل منهما يحزن على حزن الآخر. لذا الزوجة شريكة الزوج في حياته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائكم أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا. خير نسائكم، هل علامتين ذني، هذه كل الخير فيها. لهذا أيها الشاب المؤمن، إذا أردت أن تتزوج اختر صاحبة إيمان. إذا مؤمنة كل شيء، كل شيء يكون لك، جمالها لك، عفتها لك، حفظها لك، كل شيء لك. وأنت أيتها المؤمنة تزوجي مؤمنا خائفا طائعا لله، لأنه إذا أحبك أكرمك، وإذا أبغضك لم يظلمك. هذه موازين الشارع، هذه موازين الشارع. الآن نشوف هذا البلاء المنصب على المجتمعات الإسلامية، لأن ما يراعون موازين الشارع في قضية الزواج أبدا. أكثر الناس تراعي البريق، اللمعان، يركض على الجمال فقط. أما إيمان، إيمان هذا لعله إذا وحدة عندها إيمان يقول هذا ما أريدها، أو هو أو هي أيضا يشوف واحد مؤمن يقول هذا ما أريده. النتيجة هذه المشاكل. من النساء، من النماذج المهمة على هذا المعنى، سيدتنا ومولاتنا الرباب، زوجة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولا، ماذا أنجبت للإمام الحسين؟ يمكن إذا فرد وقت نتطرق إلى أبناء الرباب. أبناء الرباب قمم، قمم. ماذا صنعت هذه الزوجة؟ أولا، هي من بيت عالي جدا شريف وجدا غني من سادات العرب، تركت كل ما تملك
من أهل وعشيرة وإخوان ورافقت زوجها سيد شباب أهل الجنة. وبعد استشهاد الإمام الحسين رافقت أهله. وين رافقتهم؟ بالسبي، رافقتهم بالسبي. وأي سبي هذا؟ يجيبون رأس الإمام الحسين عليه السلام يخلون بين يدي عبيد الله، يأخذ قضيبا يفرق به شفتي الإمام الحسين، ثم يلتفت إلى النساء والأطفال يقول لهم تعرفون هذا الرأس المان؟ شوف يريد يقرح قلوبهم، يريد يعذبهم، أتعرفون هذا الرأس لمن؟ ثم يتوجه إلى العزيزة المخدرة السيدة الرباب، رباب أتعرفين هذا رأس من؟ ما كلمت، أعاد مرة ثانية، ما كلمت، أعاد مرة ثالثة، وإذا بها صرخت ونادت هذا رأس سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أويلي صد للرباب وزرق عينه وراسك يا ابو اليمه بيمينه نشدها وضحك خوان دينا دينا الراس المن تعرفينا عليك بحياته تحاجينا من شافت الوله الحزينة حنت وقالت ولينا 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 سور الحمى وليث العرينة والله تمنيت حي حام الضعينة ما كان تجسر علينا يا يا أبا ولا تطب ديوانك سكينة يا أبا ولا تطب ديوانك انظر إلى وفاء الرباب لما رجعوا إلى المدينة المنورة أمرت أن يرفع سقف الدار رفع سقف الدار وأخذت تجلس وابنتها سكينة إلى جنبها في حر الشموس تأتي إليها الحوراء زينب رباب قومي قوم أضيء إلى الظل تقول سيدتي كيف أعيش في ظل سقفك وبعيني رأيت مولاي أبي عبد الله مطروح على حرارة الرمضة يا 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 ثم تلتفت إلى ابنتها سكينة تقلها يما يما يا أين عني أين عني وعنك يا أبوك الحسين يا يما إيش سويت سويت يا عاشور بينا والله إيش سويت يا عاشور بينا
ولينا يا والله ولينا نذبح ولينا نذبح واحنا نسبي انا انا الشجاع وبلل يقل الخدر وين الدلال وين والله الخدر وين اقل راح الخدر ويا مسكينا وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهنا بوجه مولانا أبي عبد الله بوجه مولاتنا السيدة الرباب وابنتها الحوراء سكينة بوجوه جميع من سبي بعد سيد الشهداء نسألك يا مولاي في شهرك هذا شهر الاستجابة شهر المغفرة شهر العطاء شهر الخير أن تنظرنا يا مولاي والدينا أبنائنا أزواجنا ذرارينا إخواننا من أحبنا فيك مخلصا نظر عفو وعافية ومعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم طول أعمارنا في طاعتك ورضاك لا تخرجنا من الدنيا إلا بعافية منك إلا بحسن الخاتمة إخواني الحاضرين إخواني السامعين اللهم زدهم حفظا منك ويسرا ونصرا وسترا ورزقا واسعا دائما كثيرا متواصلا مباركا ترحم اللهم على أمواتهم أجمعين وأمواتنا رحم الله من أهدى قراءة الفاتحة مع الصلوات